السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو عساكم طيب؟ اليوم راح نلعب معاكم إضافة إيدا وونغ بس بمود أمبيرنو. نعم، مود أمبيرنو. تعرف ايش معنات أمبيرنو؟ يعني الجحيم. لعبنا اللعبة الأصلية بمود الكابوس، يعني كنا في الكابوس، عرفت؟ وشفت الصعوبة كيف، اللي تابعني من أول يعرف اللي صاير. يعني كانت صعوبة مفرطة ومبالغ فيها بشكل مقرف، لكن الحمد لله قدرنا نعديها بتوفيق من الله تعالى والدين. طبعا من الاسم المود واضح، امبيرنو معناته جحيم. يعني الحين وصلنا في الجحيم، اول كلنا في الكابوس، الحين لا، صرنا بالجحيم نفسه، خشينا في الجحيم. فالله يعين باللي بيصير. خلونا نبدا جيم، ما نكثر الكلام. هو شوفوا، بتكون الصعوبة مفرطة انا ادري، فمتردد احط يا صعب او قياسي، لكن حط صعب، توكل على الله ونقول صعب. الامبيرنو طبعا اصعب من اللعبه العاديه، اصعب من اللعبه العاديه، اصعب من المود الكابوس. صعوبه يعني بتشوفها صعوبه، ما شفتوا شيء. زي ما انتم شايفين مغير سكن المزيونه دي. ايش رايكم في السكن؟ نعطيها سكن كيف؟ نطلع من المود اللبس حقها الاحمر، نغير جو، وصح نشوف ايش عندنا. اوكي، نعطينا بنشر ورشاش فيه 5 طلقات، حتى ما اعطاني طلق كامل 30 طلقة، اعطاني 5. لا والله ما اعطيني بعد 50 طلقة صدق. اوكي اوكي اوكي، طب ليش ما اقدر اغير سلاحي؟ ها ما اقدر اطلع سلاحنا. اوكي، خلنا نلوت الشيء اللي هنا، معليش نثقل في لك اليوم. واصلا اضافة بيني بيك، انا ما لعبتها الا مرة واحدة، زي اللعبة الاصلية، اللعبة الاصلية حلبتها حلب. حلب الراد تعالوا يا عيال، وين جسم البنت؟ رواح، خلينا نسوي سكيب لان بتشوفوا مناظر. هلا والله. طيب اصبر يا ساتر، وين سلاحنا؟ لما يطلع سلاحي عشوا. طيب خلني اعيد، هاي الضربه ما لها داعي الصراحه. تعالى اشوف بس الهيلث بار شغال ولا. الهيلث بار شغال يا غالي؟ اي شغال، امور طيبه. والشط ما عندي حتى السكين. ايوه، انا كيف كنت اقتل الحيوان ذا صدق؟ يا اصبر 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 عادي. شوف زي ما انت شايفين، كيف زي ما انت شايفين. يا صل على النبي، ايش فيك انت؟ والله الايم، الايم تبن الصراحه، الايم زي التبن. ايش الايم الزباله ذا؟ اعوذ بالله، هذا الايم. اثبت شوي. طيب جوم جوم جوم، اسمع الاغنيه والخلفيه هي. الله ما هبع، ما تسوى هي. تونا قلنا بسم الله، المفروض اني اوفر. ما بها ما بها، توفير لازم، توفير التوفير لازم من البدايه يكون تدري. كنسل وهي. طيب خل عنك، عطني الرشاش. مخش ما تضلو. طيب قلنا بسم الله، اصبر شوي. لا اله الا الله، بعيد. خلنا نجرب عليه فلاشه. طيب اول ما نبدا نعطيه فلاشه. ايوه صح 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 يا كب، انت صح صح. اما ما اقدر اعطيه رفسه له. ما عندي مشكله سكين، سكين ما عندي. خليك راجل محترم، خليك راجل محترم. يا ايده تحرك، ايش في ايده في بطيء؟ لازم انك تهيلها، تعبانه مره بنت مسكينه. طب ايش اسوي من اللشطه دي؟ جالها والله كسر، جالها والله كسر. قول امين، قول امين، قول امين يا كلب. طيب وين الفلاش حقي؟ ما تفلش. يلا قطع راسي، ما يجيك استن. بشخ بشخ بشخ، فقعت مخك، ما يجيك استن شوي؟ طيب الله، الوضع هنا مطارد، اشوف كيف. ما عندي ايش هذه قنبله دي؟ لا ذي بيضه، ذي مو قنبله. طيب يا شباب الوضع متعزم الصراحه. قل الشيطه
وش الجلتش اللي صار؟ مدروسة دي، هذه مدروسة يا كلب، مدروسة دي نعم. طيب ليش انت قريب مني كذا؟ خلي مسافة شوي، خلي مسافة. الرشاش خلص. اوكي ايوه ايوه عورتك، ايوه ارجع ورا. اوه نسيت. المفروض اني وفرت الفلاش، والله نسيت، المفروض اني وفرت الفلاش. شكلي بعيد، شكلي بعيد. شوفوا هذا، شوفوا كيف مسكه. بس في منهم، ايوه هذا، هذاك كل اصلي. شوفوا السلام عليكم، شوفوا الاصلي اللي عليه بار. لو معي فلاش المفروض اني ارميها. هذا هو الاصلي. اشوفك اشوفك يا الله. خلاص خلاص شباب، انتم مره كثير شويه. خلينا نمشي. طيب خلينا نمشي، خلينا نمشي، خلينا ادخل الشرطه، خلينا نمشي. ايوه يا سلام عليكم، يا سلام يا سلام. والله والله الهيلث بار فك ازمه. المفروض اني ارمي فلاشه ويختفوا كلهم، يبقى الاصلي. عرفتوا؟ طين 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 طين. وين الاصلي؟ اليمين ولا اليسار؟ اليسار صح. هذاك شوف 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 شوفك، عيني بعينك، عيني بعينك. هذاك سوي غبي. ها يا كلب اصبر، خلاص ما يبغى يطلعوا. يا عيال انتوا كثير، يا عيال اصبر شوي يا عيال. شكلي بموت، بدايتها كذا بداية خايسة والله. هذا وهم. اوكي نور هذه مين؟ يعطوني رصاصة، قتلتهم والله. يعطوني رصاص، والله يعطوني رصاص، تكفى اقتلهم كلهم. طيب على كذا ما اخلي ولا واحد، يعطوني لوت. مخش امخش يا الكلب، جعلها كسر ان شاء الله. انا بجيب الرشاش واخرطك خرط يا اخوي. حشروني. هيا هيا خذ البيضه وجبن. السلام عليكم. تسحيب الاول والثاني. اوكي ما عندي، بقطع راسي كلهم كلهم من تحت كذا. اسكت. وين الاصل هذاك؟ وراي وراي. طيب وراي وراي، قدامي في كل مكان. مخش لازم تمشي بمخشة، كل واحد استهدف الرجل، استهدف الرجل كلهم، استهدف الرجل الشباب. بقرا طقعة، بقرا تفلة، بقرا شوية، بقرا شوية، بقرا شوية، بقرا شوية. وينه؟ 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 طيب واحد هذا هو، يا الله ذاك هو. وينه؟ ها؟ يا ولد هذا هو. ايوه موت موت موت. ما كان صعب الصراحة، بس كان يبغى له شوية تكتيك. طيب خلونا نلوت وننظف المكان. طبعا التوفير للنخاع في المود ذا، للنخاع التوفير. بقى قارورتين بنشوف وش بسطة. السلام اعطاني عشبة، وهذا ايش فيها؟ حلو. موارد خرائية شوي لكن نمشي الحال في البداية. كنترول كم ان لويس ذا امبر بات اي هاف سنت هيم تو ريتريف ات. حلو ولا غيره؟ في سكنات ثانية لها بس ذا عجبني. جو اون البرت اسكر. وي ران انتو سم ان اكسبكتد ترابل. مخلي كاتسين عشانه. وات ويل يو دو اباوت ات؟ حضور فخامة كاريزما. لويس از اوريدي اون روت تو ذا تشيرش. ام تراكينج هيم افري ستيب اوف ذا واي. Very well. بعد عيونها. Then I suggest you hurry. عين الحضور. Copy. عين الحضور فخم. Found. You have the means. أنا مسوي شوف تحت في لوريا سبلاغس. وش عندنا بعد؟ ما منا فائدة من ضار. لأن بعد الكامب. This little tour up. Bring it to me. ها. تجابك أنا يا ولد. لا ما مكانه من ولا هذا. يا اصبر اصبر اصبر. وانا اقول بسم الله، ايش فيك انت متفلت يا ولد؟ قول لا اله الا الله. بالله يا ولد هد شو، والله قتلني. سانغري
سانغري شوف الكربة وانت اكلي كده يهبد يهبد ما يقولنا بسم الله امسكوا يا عياله ما طعنوا اسبنوا مشروع ده والله هذا مشروع الولد شوفوا كيف حركة رقبته بس يا عمي غير على الرشاش لا نوتشك ما جا مستن ها ما في حد يجي يستن هنا ولا ايش والله شكله ما في حد شكله ما في اعوذ بالله اعوذ بالله هو ايش نسوي نستقبل الكلب ذا مسروع شو ما يجي يستن يتنافض بس ما في يستن ما نستن طيب وربي ان الوضع بيكون حفلة ايوه طاح بالغلط طاح شكل جس الكلب وش السرعة يا صلعة وش السرعة دي طيب شباب دقيقة ما عندي سكين يا اخوي ما عندي سكين اصبر شوي هلا والله تعرفون مش الخطة خطة مع البودي الصلعة ذا بدي هبد من هنا ابغى انزل اصبر يا ما تادلو ابغى انزل خلنا نمشي السلام عليكم مرور الكرام يا شباب بموت صح الحمد لله شوف لنا مكان نزبن فيه ولا شيء طيب نطلع فوق شوف حالة صلعة طيب الام عليه ملاحظات شوف سعادي خلنا نشوف في قنابل متاكفة قنابل ما في قنابل جو ايوه جو ابو بلاغاس حولوا طيب ايش رايكم ننزل ما في الا الخطه دي يهو وين رايح شباب الو وش في ذي المصاريع اطلع فوق اطلع فوق خلنا نطلع شوي نريح اوكي من جنيق كل شيء مو كل شيء موجود كل شيء في اللعبه اي شيء في اللعبه حاطينها وش الشيطه فيها سرعه غير طبيعي استن ما في حرفيا استن ما في انسى موضوع الاستن لازم ما اقدر اقتلهم كذا يا ولد يا ولد ما اقدر اقتلهم تصادق انت تاني اقتل دولة كلهم ما يجيهم استن سريعين اقتلتني ذي يعني كيف شو نسوي يعني بقى انت في النبتة اللي هنا ايوه بعدين بحاول احط رجلي من عند الشباب ذيلا نسحب الاول اوكي بس ما عندك تسحب فيهم كلهم مستحيل تسحب فيهم كلهم اصلا بعد خذ لك واحدة قال تعال انا وين رايح؟ وين تروح انت؟ سنجري الله ياخذك ادركت الكلب ذا بسرعة اوكي استن ما في طبعا في اللعبة استن شيله من راسك الله يجعل الكسر ان شاء الله لا تكسر ذاته خلنا نستكشف من هنا مساك الله بالخير ما عندي سكين حتى السكين ما اعطاني سكين اوكي الكلب اللي هنا ما عاد موجود مرة طيب انا ابغى ادخل داخل كذا مستقبلني الكلب يا هيا بيهبدني هبدة ذا انا داري ما بيستكفي ما بيكفي الهبدة ذي امشي يا سكين يا كلب طيب انا ما ابغى اي مشاكل ابغى امشي من هنا طيب ما في برميل هنا ما في اي شيء مشكلة بلشة رشاش طيب استنى عنبوك استنى رجع شوي بقى شوف طبخ ما يطبخني بقى صح؟ الله حرقني النار يا كلب توني نزلت الله ياخذ وجهي الكتسين ما خلص سانغري انا بس ابغى اعرف كيف اطلع المدفع لو طلعت المدفع بقدر نتفاهم معهم اتوقع انه من تحت صح نفس النظام القديم ولا؟ اشوف من هنا
اوكي وين طيب؟ اخرط الصلعة قرب مني طلع قرب حتى لي فكرت نطلع بسرعة طلعت اطلعي ما اقدر صح الله اطلع ميت خلاص انا عجنت انا خبست انا خبست اندعست اندعست خلاص 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 البلاقة شغالة فيني ما تقدر تحرك شوف ما تقدر خلاص ما تقدر ايش رايكم بالله ايش رايكم في الصعوبة دي؟ ايوه طيب هناك ما في ننزل هنا بسرعة انزلي انزلي يا سلام طيب اخيل اسمع صوت اخيل ورا يا عمري يا التكسيرة كسري بسرعة خلينا نمشي طيب من وين؟ نسيت انه حيوان نسيت انه حيوان مغيرة مكانها بغير مكانها الحشرة الحشرة سمعت الصوت بعدين قطع راسي طيب وين يمكن حاطة الحيوان ذا؟ ارجف ارجف امشي 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 ما عندي اوكي وين حاطي وين حاطي حق ال شو اسمه مدفع ما تادلو با انخبز وراي اي والله جاك 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 طير طير من هنا طير 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 يا ايدا طيري طيري يا ايدا الله ياخذ راسك طيري يا ايدا طيري فكي بسرعة يلا يلا خلصينا هنا هنا تصير دعاها غير طبيعية منجنيق وكل شيء قاعدة من المنجنيق من فوق ابغى امشي بكمل طيب في مدفع قدام وباخذه وخلني اهين عشان الغلطة حقه بشوية في الاثنين من جنيق من فوق اوكي بس حلو ما مت اقدر نمشي عادي وش ذا فلاش في فلاش في فلاش ايش الهدف من الفلاش طيب ايش تبغى تسوي الفلاش ما ادري بس اني برميها برميها بسرعة هذا الاولى المفروض في ثنتين تجي الحين ثنتين وين ثنتين اقدر امشي يلا امشي امشي خلي الدلع ايه ده انت اقوى من كذا امشي الدلع ده ما ابغاه طيب تكفى تكفى اي تكفى كثر كثر من ذا فلاش الحين وقتها طيب خليها بعد وين دي ارمي 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 اجلس هنا يقعد يخبزوهم كذا يعني ها والله شو يمكن جلتش ذا الحركة ارجع 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 ورايا كلب ما عاد في جلتش حط رجلك هذاكم مكان بروح له روح انطلقي انطلقي يا ايدا امسكيه ايوه ايوه شوف في مدفع داخل في مدفع هيبي بس ما اقدر صح؟ الا لا اقدر نزول اسف اقدر ارجع حلو 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 خطه كويسه لحد الان هذه خطه ارتجاليه ما يبغى يطلع لي السويتش ما ادري انا حاطه حق المدفع ذاك اللي ورا استخدم مدفع اللي هنا في مدفع ثاني اقتل اللي هنا وارجع اقتل اللي ورا ما تطلع ما تادلة ما تادلة لا تكتريني ما تادلة ما تادلة كتفي من وين بيعدوني بس من البداية صح سيف انا قدام ان شاء الله انا سيف الله انا من البداية عدوني خلني امشي طيب توني نازل من فوق يا مريض يا مريض خلنا نوقف خلاص تعسي اخيل اخيل يا اخيل الله ياخذ وجهك يا اخي هاي ليلي هاي ليلي انت الهيل بالخرا اقدر اسحب فيك يا صلاه ما اقدر اسحب في احد انا لا ينسى موضوع السحب يجي من جنيق من فوق صح ثلاثه من جنيق ثلاثه من جنيقات جاك صلعان جاك صلعان صلعان لا يرحم سونغري سونغري يجعلها الكسر ان شاء الله قول امين يجعلها الكسر يعني لابس خرقه على وجهه انقل الله ياخذ وجهك يا كلب خلنا نمشي يا سنغري
بيسوي؟ بقتل السلاق اللي هنا. يكون على الاقل عندي فرصه. فرصه الزمن. امشي 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 يا عيد عيد امشي. ايوه يا سلام رجعنا المكان حقنا الاول. حلو حلوين حلوين حلوين. طب لازم نركز. ما في هيل. اوكي عادي عادي عادي. ما ابغى هيل اصلا. ما احتاج هيل. ما احتاج هيل ابدا. اهم شيء نركز على ما تاد للعيال دينا. ما توصلي من جنيق هنا صح؟ اي ما يوصلي من جنيق. بس حلو. طيب شغالين كروس بو. بشو 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 بشو. انتم ما تعشقوا اسلحتكم يا شباب. ما عشقوا اسلحتكم. شوف انتم شغالين تنتيب. شغالين تنتيب ما يوقفوا. حلو دنق هنا. ايوه دنق. وشوف ايش ما يوصل طلق من هناك. طيب خليكم هناك يا سلام. عشق سلاحك. ايوه بارك الله فيك. شوفوا كيف. انسى استن. استن ما في. ما يجيهم استن. استن ما في. خلصنا منه. كم باقي؟ باقي المفصخ ذاك. ليش ما تلبس يا ولد؟ ها؟ ليش ما تلبس؟ شفتوه؟ حطه بمنشار. انا لا انخبز. بس لا انخبز بسرعه. شيل الشيء ذا بسرعه. شيل شيل شيل. ايوه خلينا نقتل الاشياء الوسخه ذيك اللي هناك. وين بعد؟ القم. باقي شيء. مدفع ما اقدر الفه ورا. لا ما اقدر الف مدفع ورا. هذا حد صح؟ دير كيف يعني؟ والله اني ما ادري. المفروض اني اخذ اللوت اللي ورا ولا في اغراض ورا. ايش قاعد تسوي انت هنا؟ انا بزر. انت اللي قاعد تمتفني. واحد وهناك اثنين. مشكلة المدفع ذا ما ادري كيف اطلعه. مدفع ما ادري كيف اطلعه والله. في لوت فخم ورا ما تقدر جسه. اي والله اني ما اقدر جسه. في اغراض ورا. فين؟ في لوت والله كويس. هات الشكوى والله. شو نسوي؟ شكله يبغاها كذا عرفت؟ انك تعدي المنطقة. هذيك المنطقة فوضوية بشكل. هذا جايب لي الغالي ذا هنا. نشوف المسكين. ما تهنى ما تهنى مرحب. اوكي هذا الله نهاية الشابتر هذا ما خابرني صح؟ لأن الفصل ذا الأول كان في كمية فوضى غير طبيعية. ما أدري باقي المود زيه. شابتر ثاني كيف وضعه؟ يعني الحين بنروح لل شو اسمه للقلعة لل شو اسمه؟ كنيسة. الله يستر وش حاط هنا؟ سكين. تكفى محتاج سكين. قطع عنده رزة فيه. خلنا نجرب مزنة ولا قطع بعد. لا لا اصبر. ملاكمة والله مزنة ما تنجح. امسح. تعال يا ابن الكلب. والله جاهزتن جاهزتن جاهزتن. ابشركم جاهزتن. خلاص اطلع اطلع. والله مستحيل كلبه. شوف الكلب ده. يلا ميت اندعست. يلا اندعست عادي عادي. هو ايش المهم؟ اهم شيء ان جاهم استن. هذا اهم شيء عندي. شوف السرعه بالله. شوف السرعه. ليش في السرعه؟ يا لطيف. ايوه انقلعي. عدم التيل بقى تتحول. يا الله صدق. خلنا نعيد. والله شيء سيء يا شباب. بطعنها بالسكين من ورا. نعطي الرجال حقه ونعطي زوجته زيه. ايوه تحول ولا ما في؟ ما في. حلو
نبغى نشوف. وربي المود يا صعوبته أسطورية. شوف الكلب هذا كل يستقبلني قبل شوي. طيب خلينا نهيل. حلو بروحه بعطيه بيري. شوف السرعة انت بس. غزة فيني الكلب. اقرب له. ما سمعت زوج ترى. ما سمعت الصوت ده كله والفطر. ما شيء زين. خليك هناك. توك كامينال. سلام. طيب باقي فيه الحيوان هذاك بس ما عندي سكين وخايف منه في نفس الوقت. بسم الله نروح له. غز. اوه حطي مخلوق لعين. مخلوق لعين دا يكون مخلوق لعين. ايوه يا سلام. اشبه يا سلام. اشبه تقفل اشبه. اوكي ديش يسكرر. وين ابو كندير؟ وانا اتوقع انه باقي في شله. طيب انت يا ورق مسيفي انك مجنون انت ولا ايش؟ ايوه تعال ما انا ادري انكم بتجوا. تعال قاعد يرجف في الباب تبقوا. طيب ايش رايك نتفاهم معكم؟ ده هذاك مسبب لي قلق. عرفتوا لي ماني مرتاح. حلو تخلصنا من بكوندير. اصبر لا يحط لي مقلب هنا. لا يحط لي مقلب يمين ولا يسار. ايوه وسخ راي موت راي مقالب والله. تعال ادخل يا اخوي خلصوني. يلا تعال حياكم الله. تفضل يا هلا هذا اول شيء اللي تخلصنا منهم. كم هم اثنين وثلاثة اللي ماتوا. باقي واحد. والله اطلع من فوق. اوكي والله من الخرشة. وربي قتلت نفسي من الخرشة. شفت السرعة ذا كيف؟ شفت سرعته؟ انا قبل شوي شفت السرعة حقت راس الطيارة. شفت السرعة كيف؟ ما في احد مات ولا؟ شوفوا السرعة. شوف السرعة كيف يخرج. الجف باري. انزل بسرعة. طب تعال اتجمع كلكم. تعال كلكم. اشوف راس الثور مش عندي. ايوه اي فريم. طيب حقتي والله زرفوني. شفت الزرف عينك زرفوني زرفه كم محترمه. تعال فوق. ما في سلم. زين خلاص. طيب شقيلي. حلو كم باقي؟ ماتوا كلهم. باقي راس الثور. تبي راس الثور ايش رايك تجي فوق نلعب انا وياك لعبه كذا؟ اوه باقي الثاني. لا والله ما انزل يا بكاسل. ولكمه. شقله بقى احترافيه. نلعب محترفين. اوه ايش جاب ذي؟ هذه ايش جابها هنا؟ خير ان شاء الله. اوكي. يا رب انت تشوف الحركات الغريبة اللي تسويها. انت تشوف الحركات الغريبة والتخبيص. اوه. هذه موجودة بعد يا بويس. نزل بيدك الله ياخذ الراس. ايوه انطبخي. سلام انطبخوا ايوه. ارمي الباتن. اسمع الصراخهم يبرد الخاطر. وربي اسمع الصراخ. انطبخوا يا حيوانات. جا
تعال جاي جاي مصر. ايش فيك يا هدي وخبز. ارجع ورا ارجع ورا. اعطيه واحد اثنين ثلاثة. تخبز ما بتخبز. يلا يلا الخلا الخلا بس الخلا الخلا يلا عصر. تعال يا حيوان. اجني انا ذا اللي كنت خايف منه والله. حركه مباغت هذا اللي يسويه. ايوه انقلع. موت موت الله ياخذك موت. لا عنده لعنه ذا ما يموت. هي البوس شغاله. اي بقى ايش طبختي نفسك يا مريضه يا مريضه. نخبز الحمد لله. ايوه قشه 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 قشه. موت موت. طلع صوت غريب اصلا ما ادري ايش الصوت. طلع صوت غريب يوم قلت لك ما ادري اذا تكلمت ولا صوت صوت غريب. خلصنا من ذا. حقيبة ملحقات الياف كربونية. وش ذي حقيبة الياف؟ ها وش حقيبة الياف؟ هي موجودة من اول. حقيبة الياف كربونية مو موجودة في المفاتيح. والله غريبة اول مرة اشوف شيء زي كذا. شكل باقي شله قدام. والله اني اسمع الصوت برا. اي والله الله يستر. هذا اللي قلت لهم وش كانوا؟ تسمع الصوت؟ يا الله يا الله في شله ثانيه. انت تكلمني صدق ولا تمزح؟ ها؟ انت تكلمني صدق ولا تمزح معي؟ تعال ارجع 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 باك تنظفهم ارجع ارجع فحط فحط. موب لا من وين بيعدوني من البدايه؟ ربي ذا المود النجحيم على اسمه. ربي النجحيم. عيد عيد انا عندي خطه في بالي. خطه هي بتصير دعثه عرفتوا؟ بتصير امور يعني لايق البشري ما يتحملها. بقول لكم وش هي بس عشان نتخلص من هذا الكلب. عنده بدايه صلع في راسه. نظبط له الراس كذا. الخطه يا طويل الاعمار برجع ورا. شوفوا شوفوا الشله ذي ما عندي فلاش ما عندي. شوفوا بس حبهم هنا. تعال 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 نجمعهم سلمهم على الشله الثانيه ذي. شفتوا كيف؟ سلموا سلموا على بعض. ابغى تدروا من؟ ابغى بس ابو ذا اللي بحط يفتر الحين ويقشهم كامل كلهم عرفت؟ يهبدوا بعض. ما ابغى اروح ما ابغى اروح في لوت هناك. ما ابغى اروح. ايوه فحط فحط انت بعد فحط 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 هناك 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 هناك. فحط يلا فحط فحط فحطوا شباب فحطوا فحطوا يا شباب. اي 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 اوكي انا وش دخلني. طيب شوفوا والله ضبطت الخطه. والله الخطه ضبطت. شوفوا كيف ندمج ذا مع ذا. اوكي نستخدم واحد. افتح الباب الديب تمشي تقول لهم تعالوا تعالوا تعرفوا على بعض. اوكي وش الدمج. لا لا مو بدايتها كذا. بدايتها كذا ما يصير يا اخي. بدايتها كذا مسكه ما يصير يا الله. واضح ان الخطه فاشله. خطه رخيصه عشان كذا بقتلهم وبس. والله بقتلهم ما في الا زي كذا. هذا هو الحل. لا تخبزني بس لا تخبزني انا محشور. وين الحمد لله اني قدرت اماطل. ايوه انطلقوا. لا مسكني ولا اوكي وسط راسي. او ما وسط راسي كان برخمس. فقعت عيون المسكينة. الله يا حقها تيب تيب تيب. بس ما عندي ما يجي عندي اذا اذا عندها لا تفجري حق اللغم بس. ايوه كلكم تجمعوا يا سلام. هذا انا اتكلم عنه. لا
اقول لك توكل على الله بس. شفت السرعة كيف؟ شفت السرعة كيف بعد ضربة؟ يا ساتر وربي الصعوبة دي ولا لعبة سولز. والله لعبة سولز الدرينج ولا شيء صعوبة يعني. ما صارت انها موزونة يعني، عرفتوا؟ بعد مرحلة ما اقدر اتحرك بسبة جثة الكلب اللي تحت رجولي، ما اقدر اتحرك بسبة الجثة واقعية، عرفتوا؟ في جثة تحتك ما اقدر اتحرك عشان واقعية اللعبة. ما احكي لكم عن سرعة المخلوق ذا. زين زين زين، شرس شرس للغاية. طيب خلني استخدم الهيل هنا، الله رزقني بهيل. ايه خلينا نلعب مع المريض ذا. يا مريض يا نفسية، خليك عندك بالزاوية، خليك عندك بالزاوية. حركات عليك يا غريبة. ما ادري كم صحات سرعتهم، مليون وربي حاط سرعتهم مليون. طيب الرشاش بدا يخلص الفرق، بدا يخلص. ايش الحل؟ عندي الاصفار، طلق يا اصفار. اوكي اصير طلقات. يا سلام ادنق، ما بتخبز خليك بالايجار، خليك يا ابن الحلال. انت ما تهدى، انت ما تهدى. مصروع والله مصروع. انا صارت اخلص. طيب انا ايش اسوي؟ ايش اسوي يعني؟ ها؟ كيف اقتله؟ زين زين بنخبز الحمد لله. طيب ايوه في طلقة. يا سلام اخر 8 طلقات لازم احافظ عليها. انقلا يا كل، هذا حقيب الياف الكربونيه ما ادري ايش فائدته. اللي واضح قدامي الان ايش بسوي؟ ما عندي رصاص ولا طفره، شكلي بحط رجل. والله ما عندي الشله ذيلاك اذا قدرت. طبعا اشك في موضوع اني اقدر اصلا. سطروني تسطير بعد شوي، لكن نعطيها نظره خطافي. شوفوا كيف، شوفوا كيف الشله شغله. استر علي، استر علي. انت موت، انفد الملعب انت. انا حاش من المخلوق اللعين اللعين. ميت الله يرحمه. كليد خلاص، ما سموه جحيم عبث. والله انقلع وراء وقت النحشة بسرعة. خذ في طلقة الكرة هنا. ايوه اخر 8 طلقات. انقلع. باقي الصلعان، باقي مستصلعان. فك يا كل، فك يا الرمة يا الجزمة، فك الله ياخذك يا الصلعة. الله يشوفه يا شباب، انا شكلي بقتل ثور بحط رجلي. هذه الخطة الجديدة. لما عندي رصاص، رصاص ما في، فبقتل الكلاب ذولا واخذ الشيء اللي مع الثور، لانه واضح انه مهم. ما ادري شو والله ناسي، بس واضح انه مهم. شوف السرعة حق الحيوان ذاك. طب والله انا مسوي دايره. والله انا مسوي. كم باقي؟ باقي شويه. موت يلا يلا موت، الله ياخذ وجهك. طيب ايش بسوي الان؟ الان الخطه اني بحط رجلي، ما اقدر اواجه ذي الشله. شيء مؤكد
لان ما عندي رصاص زي ما انتم شايفين، 13 طلقة. فالخطة اني بحط رجلي، هذا اذا قدرت، ان شاء الله اني اقدر. بس طيب ايش الخطة تقول؟ خطة اني بسحبهم هنا وبزبن. عرفتوا كيف تهوش لهم؟ تقول لهم تعالوا تعالوا يا عيالنا تعالوا، شوف يجيك يركض الشلة، شوف كيف يركض، شوف حلو. تطلع فوق جرم على وجيه، تنزل من هنا تحط رجلك. قص الثور عادي وراك طبيعي، مرة طبيعي، بس أنا خاف إنه يسوي حركة مباغتة كذا ويخبزني. شوف هذا أنا خايف منه. طيب خذ النب ترى طريق عادي، ترى إنك تسوي أشياء. ازبن ازبن خلاص ازبن 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 أيوه. أوف كان بيمسكني، الحمد لله. خلوكم هناك يا كلاب، عندهم والله لوت، لكن ما نقدر نسوي شيء، ما نقدر ما نقدر، ما في لوت، ما في لوت. اقسم بالله ان جحيم صدق، وربي ان جحيم. شوفوا كيف اللوت زي التبن، ما في لوت. المشكلة الصعوبة مقارنة فيها، ما في رصاص. عطني رصاص طيب خلني العب، عطني رصاص وانا بقتل. لا ما في رصاص، عندك 15 طاقة، يلا اقتل اللي في الماب كله. فالمهم راح نوقف هنا، نكمل الحلقة الجاية ان شاء الله. اسمع 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 ريالتها، شوفوا ربي جحيم جحيم، لازم يوفر رصاص الله يعين. بس مدري كيف نخلص هذا، ما ادري نقدر نخلص ولا بتدقر قدام والله.